يقول: اختلفت مع بعض جلسائي في قول الله تعالى عن لمريم عليها السلام: هزي إليك بجذع النخلة. فهو يقول: إنما كان ذلك جذعا ليس له رأس، وأنا أقول: بل كان نخلة كسائر النخل. فما الصواب في الآية الكريمة؟ جزاكم الله خيرا. ظاهر الآية أنها نخلة متكاملة وأن فيها رطب يعني تمر، ولا يكون ذلك إلا في نخلة متكاملة وحية، هذا هو الظاهر من الآية. نعم، مع أن الجدال في هذا ليس تحته طائل، الجدال في مثل هذا ليس تحته طائل. نعم.